نظمت أمس بمنتدى المشاهد ندوة صحفية حملت عنوان السينما والثورة، ونشطها مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالثقافة والسمعية البصرية المخرج أحمد رشدي، الذي أكد على أهمية سلاح الصورة والصوت في مجابهة المستعمر الفرنسي واستعمال السينما كوسيلة إبراز جرائم المستعمر. وعرج رشدي على مسارات المخرجين روني فوتيه وجمال الدين شندلي اللذان قدما أفلاما سينمائية ووثائقية عديدة. التغطية لعبد الرحيم منمري. ليس هناك ثورة مسلحة، لأن الحل الوحيد هو رفع السلاح. الموضوع هو نتحدث على دور السينما الثورة الجزائرية، وخاصة على من بادر حتى تكون للسينما وسائل تعبير على الثورة الجزائرية وكل جوانب الثورة الجزائرية. خاصة يعني أول شيء وأول اهتمام هو كان مجلس الأمم المتحدة. الفرنساويين داخلين بقوة وبصور وبيش يقولوا احنا الجزائر رجعنا منها جنة وبنينا وما فيش استعمار وفيه يعني تساوي وكل الناس وفرحانين في الجزائر وما فيش ثورة حتى، يقولوا ما كانش هذا كلام دعاية. الحل الوحيد اللي تظهر فيه يعني كل الناس اللي حاضرين في الاجتماع هذا هو عكس ما يقال، عكس ما دعاية قوية ومنظمة وتاع المحتل، أن الثورة الجزائرية قائمة موجودة قائمة، وهي صور على الثورة. يعني شوفوا باللي هذا ما ناش نكتبه، ما ناش سينما، هذا واقع صورناه حتى نوصل لكم بأنه الثورة، عكس ما يتردد في وسائل الإعلام الفرنسية، في شيء اسمه الثورة الجزائرية قائمة على رجلها وراه يتكافح بكل الوسائل، ومن ضمن هذه الوسائل السلاح الأنجع اللي هو هذا. ضرورة أن يكون للثورة إعلام متكامل بجميع أنواعه، مكتوب ومسموع ومرئي. اتجه إلى أبعد من ذلك، حيث رأى السيد عبد رمضان ضرورة أن تدخل السينما لمجال الصورة والتوثيق والإشهار، الصورة والتوثيق والإشهار. ولذلك اعتمدوا على المخرج الفرنسي والمصور الفرنسي روني كوتي، هذا الرجل الذي قدم أعمال جليلة جدا منذ سنة 1956، بدأ يشتغل على فيلم يعني الجزائر تلتهى.